أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا هذه الحلقة من حكاوي الجناوي. جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، اجروا معنا ليه الفتحة ببركته احنا وصلنا، نحكي حياتنا الشعبية من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد، ايه نحكي حياتنا الشعبية من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد، ايه تراث جينا وحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، تراث جينا وحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، الانسانية في كل مكان وللعلوم تعالى جرب، وللعلوم تعالى جرب، للثقافة تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب. أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع نموذج مشرف لابن من أبناء قرية المحروسة محافظة قنا الدكتور أشرف عزت. أهلا بك. أهلا أهلا يا مرحبا، الله يبارك فيك يا مرحبا يا شباب. دكتور أشرف، يعني عايزين ندي فكرة للمشاهد وللشباب بصفة قدوة للشباب، يعني عايزين ندي كيف بدأ الدكتور أشرف عزاز رحلته التعليمية من التعليم الابتدائي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نحن من المحروسة، من عائلة طيبة بسيطة، ابن من أبناء هذه البلد. اتربينا في مدرسة المحروسة الابتدائية وبعدين مدرسة المحروسة الإعدادية، يعني اتربينا في الجيل الذهبي لأساتذتنا العظام اللي هم كانوا مهتمين بنا ليس كطلبة فقط ولكن أبنائهم، وكان يروا فينا ان احنا في امل ان الاولاد دول يعني هيكونوا حاجه في المستقبل يعني. فالحمد لله. دكتور اشرف، عايزين نرجع لاول يوم احنا رحنا فيه ابتدائي. دايما معلم الفصل بيسالنا تلميذ امنيتك تبقى ايه لما تكبر؟ كان الدكتور اشرف امنيته يقول ايه؟ والله يعني من يوم ما الواحد فهم ان هو يكون ايه، طول عمره الواحد يتمنى ان يكون طبيب اطفال. ولو رجع بيه الزمن تاني برضه هكون طبيب اطفال. هل كان في حد يعني من العائلة أو من القرية بحيث نموذج للدكتور أشرف، فبالتالي هو كان أمنيته إنه يكون طبيب؟ والله يعني إحنا ما فيش أطباء كانوا في القرية اللي إحنا شفناه وإحنا صغيرين، يعني لأن إحنا كنا إحنا الجيل الأول يعني في بلادنا اللي إحنا دخلنا الثانوية ونجحنا ودخلنا كلية الطب، وده كان حدث يعني كل الناس كانت بتفاخر بيه يعني الحمد لله رب العالمين. يعني كانت يعني الكبار في السن امهاتنا واجدادنا كان دايما اي حد رايح التعليم تقول له يا ناظر، فكان في كلمه ناظر دي كلمه كبيره، ما كانش عندهم امل ان في حد يكون دكتور. والله الموضوع ده لان كان برضو موضوع التعليم والاساتذه الكبار اللي في بلدنا ما كانوش يعني اساتذه مدرسين فقط، كانوا كبار بلادهم، فالناس كانت شايفه ان موضوع المدرس او الناظر ده هو يعني ان ابنه يكون ناظر زي مثلا الاستاذ عبد الحميد علي سليمان، زي الاستاذ جمال علي سليمان، زي الاستاذ سيد عبد الملك، زي الاساتذه الكبار دول، ده بالنسبه لهم يعني. انما موضوع الطبيب ما كانش شاغل مخ الناس، انما هي دي الاشياء اللي ظهرت لنا احنا، لان احنا كنا نتمنى ان احنا نطلع ونبقى اطباء ونبقى دكاتره، وكان الاساتذه دول هم اللي بيبثوا فينا القوه والشده ان لا ممكن تحقق وممكن تعمل، يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى يعني. لو كلمنا عن التعليم الابتدائي زمان والان، هل في اختلاف؟ يعني الفتره اللي نقول الدكتور اشرف لما كان فيها في قريه المحروسه كان يتلقى تعليم فتره ابتدائيه، والنهارده بيشوفها طبعا يعني اختلاف السماء والارض. يعني ليه؟ اولا احنا لما كنا في المدارس كان كل مدرسينا في الابتدائي ابناء عمومتنا، فاهم؟ وكانوا كبار زي ما اقول لحضرتك، والمدرس مثلا اللغه العربيه كان يعلم علوم اخرى، وكانوا لما بيهتموا بالطالب بيهتموا بيه في كل شيء. يعني انا اقول لحضرتك المدرسين
ما كانش في حاجه اسمها دروس من زمان ابدا، ما فيش. المدرس كان يدينا من الساعه 7 الصبح الحصه الاضافي. المدرس احنا كنا نخاف لما نطلع في الشارع ان المدرس يشوفنا، ان المدرس ده بيهتم لو في شيء. الاب يخشى تماما ان يروح يعاتب المدرس على انه ابنه او تعامل مع ابنه بطريقه معينه، يقول لك انا ماليش دخل بالموضوع ده، ده هو عارف مصلحتك اكتر من ابوك. تمام. الى جانب كانت الناس، يعني انا اتذكر يعني وانا ليا ابن عم الحاج عبد الله مدرس، مدرس اللغه العربيه الشداد، يعني ذهب الينا الى منطقه اخرى في اللغه العربيه، يعني مش كون المنهج بتاعك، لا، ان اللغه العربيه دي حياتك. وبالتالي خرجنا حتى هذه اللحظه اللي بكلمك فيها وانا يعني اخر عهدي باللغه العربيه سنه 87، يعني انا يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى اعلم في اللغه العربيه كثيرا من خلال مدرسيني اللي انا مررت بيهم في فترات الابتدائي والاعدادي والثانوي. يعني انا اخر عهدي بعد كده الدراسه الطبيه كانت باللغه الانجليزيه، ولكن ومع ذلك فضل ربنا سبحانه وتعالى الواحد يعني يدقق في اللغه العربيه، الى جانب انهم بثوا فينا ان القران، انك انت تقرا القران، انك تحفظ القران، ده هينظم ليك حياتك. فاحنا زي ما اقول لك جيل سوي، مفيش اي مشكله. النهارده دكتور اشرف بنلاحظ ان الاسره من اول يوم ابتدائي او كي جي 1 كي جي 2 ولا ابتدائي بنبدا نقول التلميذ لابد ان ياخد دروس خصوصيه، على الرغم بنلاقي في نهايه الدروس الخصوصيه برضه مستواه او الحصيله العلميه بتاعته ضعيفه جدا. برضه يمكن برضه اختلاف المناهج، يعني احنا زمان كانت مناهجنا سهله وسلسه. تمام؟ يعني المدرس كان عارف، يعني لما تروح المدرس في الابتدائي يعني درس قبلك 200 الف واحد والمنهج ما اتغيرش. وكانت اموره سهله وميسره. الان طبعا يعني التطور والتقدم، فاكبر الوزاره انها تعمل مثلا يعني تتعامل مع هذا التطور. يعني الطفل في البدايه بياخد انجليش، بياخد فرنساوي، بياخد الماني، برضو هذه الامور يمكن محتاجه. لكن في مصلحه الطالب من وجهه نظرك اعتقد انها برضو مصلحه الطالب، لان احنا برضو لما كبرنا حسينا ان احنا كنا برضو اللغه لابد ان نكون افضل شويه. يعني اللغه لما دخلنا الكليه كنا محتاجين ان احنا نعمل مجهود اكبر عشان نخش باللغه، ولما تخرجنا برضو كنا محتاجين مجهود اكبر عشان انه يعني نقدر نتطور مع الحاجات الموجوده. ولما سافرت انا برضو اكتشفت لا، اللغه دي اصبحت شيء مهم جدا. يعني كل زمن النهارده دكتور اشرف ممكن كان زمان نقول ثانيه ابتدائي او لغايه رابعه ابتدائي يقول لك ده بيكتب الجواب وبيقرا الجورنال. صحيح. النهارده بنلاقيه ممكن يصل الجامعه وما يعرفش يقرا ويكتب. يمكن هنا تبرز دور المدرسه. يعني اعتماد الناس على الدروس الخصوصيه لن يغني الطالب او الطفل صباحا في المدرسه. وقوفه امام مدرس مهاب يهابه الطفل ويخاف منه ويعمل له 100,000 حساب، وكمان المدرس اللي هو اولا واخيرا عارف ان الطفل ده بينشئ الطفل وبيبني عليه وبيبنيه من اول الابتدائي، ده اللي كان احنا بيحصل معانا. انما انت برضه حاليا المدرس الطفل، لو المدرس ضرب الطفل ضربه كده تلاقيه اتحقق معاه ودخل في مشكله. فالمدرس بيقول لك انا بادي عملي، اللي اتعلم اتعلم، ما اتعلمش ما اتعلمش. ولي الامر كان زمان يقول لك انت كسر وانا جبر. تمام. انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا اباءنا ما كانوش يتدخلوا في كانوا بيخافوا. الاباء كانوا يخافوا المدرسين اللي بيدرسوا لنا، يقول لك انا ما اقدرش اكلم المدرس ده يقول لي لا ما اقدرش، هو عايز مصلحتك، انا ماليش دخل. انا اتذكر موقف لاحد المدرسين، كان معايا اخت ما كانوش عايزين يدخلوا على المدرسه. انا لا يمكن انسى هذه النقطه، ان هو جه خبط على الباب وحلف يمين هات الشهاده انا عايز اعلم البنت. جميل. يعني ومحدش ناقشه في الكلام كمان. ما كانش في فكره انك انت عاوز توديها التعليم. التعليم. يعني هل لو رجعنا لنقطه مهمه، هل القريه في نقدر نقول في السبعينات ما كانش تعرف فكره تعليم الفتاه؟ ما كانش تعرف تعليم الفتاه، بس طلع جيل من مدرسينا العظام الكبار اصروا على ان تعليم الفتاه مهم جدا. وانا بقول لك حصل التجربه معايا في بيتي مع اختي. يعني يعني احنا نعرف ان يعني بيت عزاز ده يعني نقدر نقول بيت العلم والعلماء، يعني كلهم بسم الله ما شاء الله. يعني فهل ده اثر انك انت الوحيد اللي كنت حريص انك تعلم الفتاه، ولا كان في نماذج اخرى من الفتيات المتعلمات؟ كان في نماذج في المحروسه، وكان في برضه مدرسين مهتمين جدا ان البنت تتعلم وتكمل تعليمها. يعني ده يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا عاشرنا هذا الجيل الذهبي في البلد.
تمام. مش يقول لك البنت تتعلم لحد الابتدائيه وبعد كده تنتظر في البيت لما يجي عدلها، لكن في ناس او تتجوز. لكن هم بنوا جيل من الشباب زينا عرف ان قيمه العلم، ان اختك لازم تتعلم وتكمل تعليمها، تمام، وده كان مهم جدا. حتى البنات اللي طلع معاها جيل تاني متعلم كويس جدا، وبتحافظ على تعليم ولادها وتعليم بناتها. حضرتك اخذت الابتدائيه والاعداديه داخل قريه المهروس. نعم. الثانويه نفس القريه ولا انتقلت لقريه اخرى؟ كنت في مدرسه السلام الثانويه في عز يعني عظمه هذه المدرسه باساتذتنا ربنا يرحمهم يعني ان شاء الله. لما رحت مدرسه السلام انتقلت من قريه المحروسه للمحافظه نفسها. نعم. هل كانت تعتبر بالنسبه للدكتور اشرف دي بالنسبه له غربه، كانه سافر بره مصر؟ يعني لا، ما كانش غربه لسبب بسيط جدا. احنا كنا جيل لا يهتم بشيء الا المذاكره. يعني دلوقتي انا عندي ابناء الا بيروح النادي مش عارف ايه، بيروح مش عارف ايه. لا، احنا كنا لا نهتم الا بالمذاكره فقط. مرحله تعليميه معينه، عايز تجيب مجموع كويس، عايز تخش كليه، المذاكره. وان كان هناك بعض الاشياء كانت سلوانه في حفظ القران او لعب كره القدم البسيطه يعني. في المرحلة الثانوية معروف ان الدكتور اشرف كان يعني نقول بليغ في اللغة العربية او ضالية، فبالتالي مفيش حد اثر عليك قال لك لا انت خليك في المجموعة الادبية افضل. حصل كثيرا، لان انا كنت من الناس اللي جبت 50 من 50 في اللغة العربية في الثانوية العامة، فاهم؟ ودي كانت حاجة يعني مش بسيطة. والناس قالت لا انت خش اللغة العربية كويس، لكن انا كان طبعا امنيتي ان انا اخش الطب، وربنا عز وجل يعني يسر. لما وصلنا للثانوية العامة، هل الدكتور اشرف كان مصر ان هو يخش كليه الطب، ولا هو لا هو جاب اللي هو المجموع اللي هو طلع الاول في الثانويه، فبالتالي قالوا لازم كليه القمه، وهو ما كانش يفكر في كليه الطب؟ يعني انا لو دخلت كان زماننا في حاجه اسمها انك انت تعيد السنه، لو انا ما دخلتش كنت هعيد السنه عشان اخش كليه الطب. كنت هتعمل تحسين. نعم. كانش فيه طبعا جامعه جنوب الوادي ولا جامعه الاقصر ولا جامعه اسوان. نعم. كان دايما في القاهره. انا طبعا كان في يعني واحد فكر قال لك لا يا دكتور اشرف انت اكبر واحد في اخواتك، فبالتالي لا انت خليك في التدريس او خليك في حاجه معينه عشان اربع سنين وتخلص بسرعه. حقيقه لا، يعني كل من كان مدرسين واصدقاء مدرسين لا خلاص مفيش كلام. لكن احنا لما انتقلنا احنا كان طبعا في توزيع جغرافي، خدت سنتين في اسيوط، بس انا كان كل املي اني اروح القاهره. وحولت من بعد سنتين، رحت كليه الطب جامعه القاهره. جميل. وقضيت عمري كله بقى هناك. حولت من اسيوط للقاهره. نعم. ليه؟ هل انت كنت حاسس ان القاهره اعلى، ولا كان في حد من الاقارب ليك او نماذج؟ يعني يمكن الناس تزعل مني لو قلت في ايامي انا من لم يتعلم في القصر العيني لم يتعلم. من لم يتعلم في القصر، لان انا كنت في القصر العيني وكنت مبهور باساتذتنا اللي هم يعني احمد شفيق ودكتور حسام موافي والناس كبيره جدا، وكنا يعني كنا الواحد كان بيفاخر ان هو بيتعلم على ايدي الناس دي. وبالفعل الحمد لله يا رب العالمين كان تعليما سويا وجميلا يعني. بعد ما خلصت كده خلاص كليه الطب وتخرجت، هل فكرت من الاول انك انت تسافر بره، ولا فكرت انك انت تعمل في القرى وتشوف الدنيا ايه؟ انا من اول ما اتخرجت وانا لازم اجي المحروسه، فجيت كنت حريص انك حريص ان انا كنت حاسس ان ده ضريبه للدكتور اشرف ان هو انا اقدم خدمه طبيه لابناء بلدي. نعم، ده كان وظيفتي. وظيفتي ان انا خلاص خلصت الكليه، حتى الماجستير درسته رايح جاي على القاهره. وجودي في بلدي، وجودي وسط ابويا وامي، تمام، وجودي وسط ناسي والحمد لله يا رب العالمين. يعني يمكن يكون قصرت فمن نفسي، بس واقول له وفقت لي كما ربنا سبحانه وتعالى، بس انا كنت عامل مجهود ان انا ما اقصرش مع اي حد، يفضل ربنا عز وجل. دكتور اشرف، فتره الوحدات الصحيه اللي حضرتك كنت بتشتغل، كان دايما يقول لك الطبيب طبيب مقيم، موجود 24 ساعه موجود في الوحده. النهارده بنمر على جميع الوحدات الصحيه بنلاقيها مغلقه.
مغلقة، لأن المشكلة هنا اتغير نظام التكليف، لغوا التكليف اللي هو تكليف الطبيب في الوحدة الصحية. النهاردة وأنا بكلمك النهاردة اليوم بالذات رجعوا موضوع التكليف تاني، فبداية من بكرة هيبدا في كل وحده فيها طبيب النهارده ان شاء الله. يعني تكليف اطباء او 400 طبيب للوحدات الصحيه داخل مديريه الصحه بقنا، هل ده كفيل ان نرجع لفكره طبيب اول وطبيب ثاني؟ صحيح هيرجع الكلام ده، هيرجع لان احنا عندنا عدد كبير جدا وكان ده قانون، فهو خلاص رجع النهارده، فبالتالي كل وحده هيكون فيها طبيب مقيم 24 ساعه. في يعني نقدر نقول الخدمة الطبية سوف تعود مرة أخرى مرة أخرى هتعود. النهارده القرار صدر يعني. وجود المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، هل بيأثر على المواطن يقول لك لا أنا مش هروح وحدة صحية، أنا خلاص حصل بيني وبين الوحدة الصحية أنا بقى لي 5 سنين أو 10 سنين أنا بشوف الوحدة الصحية مغلقة، فبالتالي هو أهمل المستشفى الجامعي أو المستشفى العام مباشرة، هل ده هيعيد الحركة تاني الوحدات الصحية؟ هو احنا حضرنا زمان كان في قصه عملها الوزاره قصه جميله جدا اللي هو حاجه اسمها نظام الاحاله. يعني انا لا اقبل مريض في المستشفى العام الا اذا كان مر على الوحده الصحيه في بلده. وبالتالي الوحده الصحيه لو الدكتور تعامل مع المريض تمام، ما قدرش يتعامل معه يحوله لمستوى اعلى. وعلى فكره هذا النظام ليس في مصر فقط، هذا النظام في كل دول العالم. يعني انا بحكم ان انا شغال في الكويت لا يجرؤ مريض ايا كان جنسيته ان يروح مباشره على المستشفى العام، لازم يروح المستوصف والمستوصف يعمل له احاله الى مستوى اعلى. لان احنا لو سير الاحاله دكتور اشرف، هل مش يبقى في بقى فيها صعوبه ان انا عارف ان العلاج بتاعي في المستشفى الجامعي او المستشفى العام، فبالتالي انا ابدا السلم من الاول، فبالتالي اخد وقت والحاله ممكن ما تستحملش معايا؟ انا الحالات المزمنه ديت معروفه، ان حاله معروف راجل يعني مريض حالته مزمنه معروف طريقه. انا بتكلم على الحالات اللي هي انت لازم تخيل الاستقبال في المستشفيات بيستقبل حالات مهوله. الاستقبال الحالات الكتيره ديت بيحصل حاجه اسمها مسد، يعني حالات خبر بتفتقد في ظل الزحمه. الدكتور بني ادم برضه، لما الدكتور يشوف له 100 حاله في اليوم هيمشي الحالات بسرعه، وبالتالي في حالات تستحق التركيز بتروح. انما لما يكون في حاله، يعني الدكتور انا الدكتور اشرف محاول الحاله دي وكاتب تقرير ان الحاله دي فيها 1 2 اعرف ان الحاله دي محاولات ان فيها مشكله، فالاهتمام هيكون ازيد. انما انا كل احنا شفنا في استقبال المستشفى العام ان واحد يجي يقول لك والله انا كنت قاعد على القهوه وجاني صداع. ايه جالك صداع؟ صح الدكتور عشان اديك ابره. في الدول الاوروبيه مفيش كلام من ده، مفيش كلام من ده يحصل ابدا، تمام. لكن لما يكون الكلام مرتب وصحيح وفي نظام وفي منظومه، هتلاقي ان المريض لما يدخل المستشفى العام، يعني الطبيب عارف ان ده جايله من وحدة المحروسة ان في مشكلة فهيهتم بيه. هل ممكن الطبيب يستسهل القصة يقول لك انا اقوم بدور المحولجي، ان انا اي مريض يجينا احوله على طول للمستشفى العام وانا ما ارهقش نفسي وافكر في الحالة وادرسها واشوف التشخيص بتاعي؟ ده سؤال مهم، لان هو حصل بيحصل طبعا، بيحصل كده. يعني احنا خلينا بس نتكلم بيحصل طبعا، كان بيحصل. فكنا احنا بنجمع الحالات ديت تمام ونجيب الدكتور، انت حولت الحالة دي ليه؟ تمام. لا يعني هو شوف، عشان اي منظومة تنجح لازم السلبيات بدايتها بتظهر وتتعالج، تمام. وبالتالي الدكتور لما يتجاب مره واثنين وثلاثه هيعرف ان في مراقبه عليه، وبالتالي استحاله يكون محول. فكره التخصص دكتور اشرف، هل الدكتور لما يبص يقول لك انا هتخصص اطفال هتخصص نساء، فبالتالي هل بينظر لسوق العمل يقول لك هل هو بيحتاج هذا التخصص ولا بيحتاج لحبه وكفاءته في هذه التخصص؟ طبعا ده سؤال مهم. هو حقيقة في جزئين من الأطباء، في جزء بيكون الطبيب شغوف بدراسة فرع معين من الطب دون النظر إلى إن هو هيكسب أو مش هيكسب. بس احنا خلينا نتفق إن كل الأطباء بيكسب عشان ما حدش يزعل مننا يعني، تمام. لكن في ناس بتكون مهتمة بفرع معين. حاليا ظهر في الطب مش التخصص، لا في حاجة اسمها تخصص التخصص. يعني أنا في الأطفال مفيش حاجة اسمها أطفال عام. في طب أطفال، قلب الأطفال، يعني حاجات كثيرة جدا. واصبحت الامور
يعني لا تتخيل جزئيه في التخصص نفسه. جزئيه في التخصص جميل. تمام. وفي جزء من الناس يعني يقول لك انا والله هتخصص نسا. جميل. الدوسه دي بتجيب فلوس توقع ما فيش اي يعني مشكله. دايما بنجد عجز في اطباء العنايه. مش بلاقي حد يقول لك ان انا خلاص انا هاخد ماجستير هاخد دكتوراه علشان اشتغل عنايه. نعم. هل يقول لك ان سوق العنايه السوق ان هو مش هيحقق ربحيه اعلى؟ افضل ان يكون اطفال يكون نسا يكون يعني. هو كلام حضرتك ده برضه مهم بس في نقطة مهمة جدا. طبيب العناية ده عملة نادرة. يعني أنا كطبيب مثلا آخد مبلغ محدد؟ لا، طبيب العناية يحط رجل على رجل ويطلب ما هو يريده يعني. يعني بالتالي حاليا في مصر حاليا أصبح طبيب العناية ده خاصة بعد الكورونا وبعد اللي حصل في مصر، لا أصبح طبيب العناية لا الناس يعني يعني تشكره ومحتاجين اطباء عنايه. واصبح سوق العنايه حاليا في منتهى الاهميه، واصبح طبيب العنايه هو الصح. تمام. يعني ده الطبيب الشامل. يعني دايما في القرى عندنا يقول لك ده طبيب كل التخصصات بيعرف كل حاجه، وفي ناس من اهالينا الطيبين يقول لك الكفوف ابرق من الحروب. لا يوجد في الطب ما يطلق عليه طبيب يعرف كل شيء، لا يوجد انسان في اي تخصص في الدنيا يعرف كل شيء. في طبيب متخصص في امر ما يبدع فيه، وفي طبيب متخصص في فرنش معين يبدع فيه، انما الطبيب اللي بيترك نفسه ان هو بالبركه او ان انا بحط ايدي على العيان وربنا بيكرمني، هو طبعا كله توفيق من الله عز وجل، ولكن الطب هو طب التخصص، وبالتالي الاطباء الممارسين العامين يتقوا ربنا سبحانه وتعالى. لا يوجد فتوى في الطب ما تعرفش حول على المتخصص. لكن يعني هل الطبيب ما يجدش صعوبة او حرج ان يقول لك النقطة دي صعبة عليه؟ الطبيب حاجة من اثنين، يا معالج صح يا محول صح. يا معالج صح انك انت تعالج صح، او انك انت تقلع في البني ادم ده وتحوله الى من يفيده طبيا، هو ده النظام. دكتور اشرف، في النهايه عايزين نعرف مقارنه ما بين يعني حضرتك ليك صولات وجولات في الدول العربيه والدول الاوروبيه، واكيد اطلعت على كل ما هو جديد بالنسبه للخدمات الطبيه. عايزين نعرف نتكلم عن الفرق ما بين الخدمه الطبيه بره والخدمه الطبيه هنا داخل مصر. يعني هو الخدمه الطبيه في بره والخدمه الطبيه، يعني انا بشغال في الكويت، ما هو الفارق بين الخدمة الطبية في مصر والخدمة الطبية في الكويت؟ الإمكانيات. أنا كطبيب في الكويت كل ما أريده بيكون متاح بالنسبة لي، وبالتالي أنا مش بتعب في تشخيص العيان وإعطاء العلاج المناسب. ولكن هنا في مصر نظرا للظروف الاقتصادية في مصر الطبيب زي ما بيقول إيه بيغزل يعني برجل حمار كما يقولون، يعني فاهمني ليه؟ عايز يعمل كل شيء وعايز يوفر على العيان وعايز يعني، ده مش نظام طب أبدا. ولكن الفارق إن طبعا الامكانيات الطبيه في مصر قويه، اساتذتنا ومعلمينا واساتذتنا العظام، لكن في الكويت في اساتذه وفي طب قوي جدا، لكن الامكانيات هي الفارقه في كل شيء. في النهايه امنياتك لقريه المحروسه؟ انا اتمنى البلد المحروسه انها تكون احسن بلد، وربنا سبحانه وتعالى كريمها بناس بتبذل قصارى جهدها في انها تخلي البلد ديت احسن بلد، وانها تتمنى لها الصحة والعافية، واحنا مع بلدنا يعني اي شيء احنا مش بنقصر فيه ابدا ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من حكاوي الجناوي. شكرا لكم وإلى اللقاء.